انا بس عايز اقول حاجه صغيره قبل ما اقول لكم فقرات النهارده. عايز اقول انا بشكركم جدا 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 على كل محبتكم، كل اللي بيتكلم عني او بيكتب عني حاجه بشكره من كل قلبي. بس من فضلكم لو سمحتوا، انا عندي صفحه وفيها عشرات الالوف من حضراتكم وشرف وتاج على راسي. اللي عايز اتاكد من حاجه يبعت لي يسالني، تليفوناتي موجوده مع الصحفيين وموجوده، وبعضهم كلمني علشان ارد على بعض البلبله حصلت من يوم الخميس الظهر بان انا مش عارف رايح فين وقناه ايه وراجع برنامج ايه. فلو سمحتوا من فضلكم تحروا الدقة قبل ما تنشروا على مواقع كتيرة، بالذات مواقع التواصل الاجتماعي، عشان ما نضايقش الناس ونبلبلهم ونخضهم. وبشكركم مرة تانية. النهاردة هنعمل ايه؟